حلم دخول مصر من الباب التمثيلي العريض، حلم بيراود الكتار من النجوم والنجمات بأنحاء العالم العربي، لكن اللي حققوه قلة. هي فعلت ذلك، وقفت أمام أهم الممثلين العرب في العالم العربي ودخلت مصر من الباب العريض. لن أطيل أكثر، فرفيقتها، قريبتها، والممثلة الكبيرة ورد الخال، الكبيرة بمواقفها، بفكرها، بثقافتها، وأيضا بأعمالها الكتيرة اللي برزت وخلتنا نكون فخورين فيها، هي اللي رح تقدم لها الجائزة بهالوقت. كما أدعو أيضا النائب بالبرلمان اللبناني عضو كتلة المستقبل كاظم الخير لحتى يكون معنا أيضا ويحتفي بنجمة بياف 2017 أيضا من خلال تسليمها الجائزة. ميرسي ريما، تجنني. سهلي. مساء الخير، سعيد اني اكون معكم بهذه الليله يلي عم نكرم فيها مبدعين من لبنان والعالم. هذه الليله المهدات للرئيس الشهيد رفيق الحريري يلي هو كمان كرم لبنان باعاده اعماره وبالسلام بعد الحرب والدمار. واليوم مكرمتنا اللي نالت جائزه بياف 2017 النجمة شاملة على مستوى الحضور والكاريزما والمغامرة الناجحة اللي خاضتها على مدى حياتها الفنية. وين محلت أثارة الجدل؟ إن حكت بعفوية وصراحة، إن غنت أو مثلت، حققت لنفسها مكانة خاصة ما بينافس عليها حدا. كوني قريبة كتير من المكرمة ممكن تكون شهادتي فيها مجروحة، بس هيدا ما بيلغي اني اذكر مزاياها اللي تحلت فيها خلال مشوارها الفني الصعب، ان كان بالغناء او بالتمثيل، واللي تكلل بكل مراحله بالنجاح، الى جانب شخصيتها المحببه والايجابيه اللي بتعكس مدى اخلاصها لعائلتها ولمهنتها، واللي دايما همها التوفيق بيناتهم وقدرت تنجح. نيكول سابا الخال. والله كفاف في الكلام كلكم، كلب في قلبي في الكلام كلها، اكلمكم كلكم. مين دي؟ تجربتي الدنماركية أوصلتني بسرعة كبيرة إلى الصفوف الكبار، نجمة صنعت بعفويتي واحترافي قصة نجاح متعددة المواهب. لقبت بشهرزاد الدراما العربية بعد أن نجحت في عدد كبير من المسلسلات والأفلام إلى جانب عدد كبير من نجوم مصر والعالم العربي. من أعمالي عصابة بابا وماما، السفاح، نصيبي واسمتك، وألف ليلة وليلة. ما في شيء ما بيتعمر. وفي التمثيل أنا الممثلة التي أبدعت إلى جانب الكبير عادل إمام وكثر من كبار نجوم الفن في مصر والعالم العربي، فشاركت في أفلام ومسلسلات كثيرة حصدت نجاحاً استثنائياً. هو العام 1998 عندما بدأت مسيرة الغناء من ضمن الفوركاتس، ثم في العام 2004 أصدرت ألبومي الأول يشغلني لأطلق خطاً فنياً فريداً في العالم العربي. أنا النجمة الدائمة التألق، أنا نيكول سابا. نيكول سابا الخال عم تتفضل على المسرح لاستلام جائزتها من ناس كمان بتحبهم، باسم ناس كمان بحبوها كتار بلبنان بمصر والعالم العربي. أكثر من هيك يا ورد. الفنانة بيتكرم كتير بمختلف البلدان العربية، بس أكيد الوقفة ببلده كتير شيء مختلف. هذا إحساس اليوم كتير بيشرفني أن يكون عم بتكرم بلبنان ببلدي. طال الانتظار مثل ما بيقولوا، بس كل شيء بوقته حلو. كنت دايما ولازلت بقول كتير هين الإنسان أو الفنان ينطلق من بلده، بس كتير صعب انه يؤسس ببلد اخر بمجتمع مختلف
ويمثل بلهجة مختلفة وما بيعرف ذوق الجمهور أو المتلقي. فأنا كرمال هيك اليوم فخورة إن قدرت حقق هالأرشيف المتواضع اللي بملكه. كرمال هيك بدي خص بهالجائزة البلد يلي فتحت لي بويبة وحضنتني من كل قلبها، مصر. مصر يلي هي محطة مهمة اشتغلت فيها مع كبار النجوم والكتاب والمخرجين، ولولا هالتجربة أنا ما كون اليوم موجودة هون. فبدي أشكر بياف دكتور ميشيل، بدي أشكر الفانز على حبهم على دعمهم، بدي أشكر شريك حياتي بالجريمة على طول يوسف الخال. كمان وعدت بنتي أكيد نامت لأنه الوقت تأخر، بدي أقول لها مامي I love you so much، بدي أقول لها أنه تجربة الأمومة يلي عم بيشها معك هي أحلى مهنة أنا جربتها بحياتي. مرسي. شكرا نيكول سابا، المسرح كمان بانتظارك. بده حدا ياخذ منا الجائزة. خدني في حضنك أوي